بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب بيان ليغي كومبخوندر. طبعا لازلنا مع أبور دو لامير، أبور دو لامير سويت. إذن وصلنا إلى هذه الفقرة كما رأينا فيما سبق. ميشيل سورتي دو لو، إل فا ساسواغ سو إن تونت. لو بومي جور، إل نو فو با ريستي ترو لونتون أو سولاي. جين إت ألونجي سور لو سابل. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Il est encore tout mouillé. Les trois enfants jouent au ballon. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Mais Jeanne a sauté plus haut que Pierre. C'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien et il est très fier de son nouveau maillot. Les trois enfants jouent au ballon. Regardez-les sur cette image, par exemple. Les trois enfants jouent au ballon. Les trois enfants jouent au ballon. Jouent, on a ici le verbe jouer conjugué au présent. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Et dans on a les trois enfants, on a dit il joue. Il joue au ballon. On y a belkora. Les trois enfants jouent au ballon. D'abord le verbe jouer. Adnana le verbe jouer comme on a. Ou bien mettez les kalimats joueur. Yani la'ib. Les joueurs, la'ibin. ممكن نتكلم مثلا عن ان جو او بيان لو جو، اللعبة. اذا هناك كلمات اخرى ممكن ان تشتق من هاد الفعل. ونسويت هنا ميشيل لونس لو بالون ا بيير. هنا لو فيرب لونسي. ميشيل لونس لو بالون ا بيير. دو لا ميم فاسون لو فيرب لونسي est conjugué lui-même aussi au présent. Le verbe lancer est conjugué au présent. Michel lance le ballon à Pierre. Iden Michel yarmi al-kora à Pierre. Les pierres. Pierre saute pour l'attraper. Pierre saute pour l'attraper. Iden Pierre yakfiz. On est ici Le verbe sauter au présent. إذن عندنا فعل قفز مصرف في الحاضر. Pierre saute pour l'attraper. Pierre يقفز pour l'attraper لكي يقبض على الكرة. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Pierre saute pour l'attraper. Mais Jeanne a sauté plus haut que Pierre. ولكن جين أنه قفز أكثر علوا من بيير. إذا طبعا هو الذي سيقبض على الكرة. إذا عندنا بيير صوت pour l'attraper. Mais Jeanne a sauté plus haut que Pierre. ولكن جين أنه قفز أكثر علوا Que Pierre, mille Pierre. C'est lui, il n'a ou quoi, qui attrape le ballon. Elle dit yakbet al kora. Et d'un ouille de se yakbet al kora. Pierre saute pour l'attraper. Et d'un tabel à d'un verbe sauter. Ou à mina kalimet le saut al kavza. Et d'un Pierre saute pour l'attraper. Mais Jeanne a sauté. On a ici le verbe sauter conjugué au présent. Par contre, ici on a le même verbe conjugué au passé composé. نحن 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 نحن
يعني انا مركب من لوكسيليير، بحال هنا عندنا لوكسيليير افوار، ممكن نجد فعل اخر مصرف مع لوكسيليير اتر، ثم تكون عندنا لو بارتيسيباسيون الخاص بالفعل. طبعا كما قلنا اغلب الافعال تصرف مع افوار الا واحد العدد قليل هو الذي يصرف مع اتر من حيث الطبيعه ديالو، من حيث الطبيعه. ثم اذا كان الفعل مبني للمجهول كما راينا فيما سبق، يعني في هذه الحاله يمكن هذا الفعل انه يتصرف مع اتر طبعا على حسب المعنى. لو فيرب سوتي اذا طبعا غيتصرف مع افوار، اذا مجان ا سوتي بلو هو كو بيير، ولكن جان انه قفز اكثر علوا من بيير. سي لوي كي اتراب لو بالون، انه هو الذي قبض الكره، الذي قبض الكره. ميشيل ساميز بيه، اذا طبعا ميشيل انه تسلى جيدا، اذا ميشيل انه تسلى جيدا مع ابناء عمه. اي لي تري فيير دو سون نوفو مايو. طبعا هنا كما نلاحظ عندنا بعض الكلمات، عندنا فيير ميشيل، ميشيل اي فيير دو سون مايو باسكو لو مايو اي تري بو اي تو نوف. اذا ميشيل انه فخور بلباسه الخاص بالسباحه، اذا هو فخور بالشورت ديالو باسكو لو مايو، لان هذا اللباس الخاص بالسباحه اي تري بو، هو جد جميل. اي تو نوف، اي تو نوف، ثم انه جديد جدا، ثم انه جديد جدا. طبعا راينا فيما سبق لو فيرب جاير كما لاحظونا، يعني فعل انبجس الماء انه تيخرج من واحد البلاصه. اذا لا فاغ صوت بريسكومون، اذا نتكلم هنا على الموجه، موجه البحر، صوت انها تقفز بريسكومون يعني فجأة في واحد اللحظة عاد تخرج الموجة، الموجة تخرج كونتر ميشيل. إذا هاد الموجة أنها تقفز فجأة ضد ميشيل، مقصود بأن هاد الموجة أنها تخرج فجأة ثم ترتمي على ميشيل. لو جاي، إن الماء ينبجس، داك الماء كأنه يخرج دفعة واحدة من البحر. إذا نتكلم على لوفير جاية كما رأينا. إذا كما قلنا مجان أسوتي بلو هو كو بيير، سي لوي كي أتراب لو بالون. بيان سور إيسي أون لو فيرب أترابي دو لا ميم فاسون كونجوغي أو بريزون. إذا لو فيرب أترابي يعني فعل قبض على، لو فيرب أترابي يعني فعل قبض على. ميشيل ساميز بيان، إذا ميشيل أنه يتسلى جيدا، تسلى جيدا. أون لو فيرب ساميزي كونجوغي أو بريزون، إذا هو مصرف في الحاضر. il est très fier، إذا هو جد فخور de son nouveau maillot، de son nouveau maillot يعني أنه فخور بلباسه الخاص بالسباحة الجديد. نوفو، نوفو الجديد. les enfants sont revenus à la maison، ils ont joué sur la plage، ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée et maintenant ils ont faim، nous allons déjeuner dehors. دي طونت لويز، طونت لويز أمي لا طابل دو لو جاردان كوم نو فويون سور ليماج. طونت لويز أمي لا طابل دو لو جاردان ألومبغ، ألومبغ إل في بون. دو غرون زوازو بلون فول دون لو سيال، دو غرون زوازو بلون فول دون لو سيال. ميشيل مونج دو بون أبيتي، ميشيل مونج دو بون أبيتي. إذن لي زونفون سون روفوني ألا ميزون، إذا الأطفال هم عادوا، إذا الأطفال أنهم عادوا à la maison، عادوا إلى المنزل. les enfants sont revenus à la maison. طبعا من ضمن الأفعال التي تصرف مع être هناك le verbe revenir. طبعا عندنا le verbe venir، عادة نتكلم عن le verbe venir يعني فعل جاء، ولكن هنا عندنا revenir كما نقول جاء مرة ثانية، ولكن المقصود به هنا أنه عاد، يعني كان مشى ورجع. إذا ديك رجع هي هذه غوفونيغ، فونيغ أنه جا، يعني جا، ماشي مشى وعاد رجع، ولكن هو جا. هناك فرق بين فونيغ التي يعني جاء، وهناك لو فيرب غوفونيغ الذي يعني عاد، عاد. لي زونفون سون غوفوني، إذا الأطفال أنهم عادوا
à la maison. Il est le menzil. Ils ont joué sur la plage. Ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Et d'un homme l'aïbou sur la plage. Elle a la châtée pendant toute la matinée. يعني أثناء كل صباح. طبعا لا ماتيني لا نتكلم هنا عن لوماتا. لوماتا يعني الصباح. لا ماتيني يعني الصبيحة. إذا هم ذهبوا صبيحة اليوم إلى الشاطئ ولعبوا لوقت يمتد كل هذا الصباح. Ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. طبعا لا ماتيني كما تلاحظوا تكتب أو أكسون أجي ثم أ. طبعا كلمة مؤنثة على عكس لوماتا. لوماتا يعني الصباح كلمة مذكرة. Les enfants sont revenus à la maison. Ils ont joué sur la plage. طبعا هنا عندنا لو فيرب جوي. Ils ont joué sur la plage pendant أثناء pendant أثناء toute la matinée. كل الصباح. Et maintenant والآن. Ils ont faim. هم عندهم جوع. طبعا كلمة faim تعني الجوع. هنا عندنا افوا طبعا ما جاش هنا اوكسيليير، ما جاش هنا على شكل اوكسيليير، تيكون اوكسيليير الا كان تابع فعل، الا كان تابع فعل، الا كان متبوع بفعل، ولكن هنا ما متبوعش بفعل، متبوع باسم. اذا هنا عندنا الفعل، هنا عندنا افوا جا كفعل، ما جاش كمساعد باش نصرفوا من خلاله فعل اخر. Ils ont faim هم عندهم جوع. هنا تولي يعني الملكية كما ذكرنا. إذن هاد الجوع ديالهم. إذن ils ont faim. إذن هم عندهم جوع. أصبحوا جوع. Ils ont faim. إذن هم عندهم جوع. طبعا بنفس الطريقة عندما نتكلم عن كلمة سواف نقول مثلا جي سواف أنا عندي عطش. جي سواف أنا عندي عطش. إل أسواف هو عنده عطش. إلى غير ذلك. إذن ils ont faim. هم عندهم جوع. Nous allons déjeuner dehors. Nous allons déjeuner dehors. نحن سنأكل خارجا. نحن سنأكل خارجا. إذا نحن سنتناول الوجبة خارجا. طبعا أحيانا نتكلم على الفيرب ديجوني أنك تتغدى. وممكن أن هاد ديجوني تعني الغداء. الكلمة نفسها تأتي فعلا وتأتي اسما. ديجوني. أحيانا نتكلم أيضا عن لو بوتي ديجوني نتكلم على الفطور لو بوتي ديجوني طبعا لو فيرب ديني لو فيرب ديني ديني اذا نتكلم عن تعشى او نتكلم عن العشاء تكتب بنفس الطريقه نو زالون ديجوني دور نحن سنتناول الوجبه خارجا كما نقول نحن سنتغدى خارجا يعني خارج المنزل دي طونت لويز تقول العمه او تقول الخاله لويز لويز كما نرويو فوالا سي لا طونت لويز كسكي لا في لا طونت لويز طونت لويز امي لا طابل دون لو جاردان طونت لويز امي لا طابل دون لو جاردان اذن الخاله ناخذ مثلا هذا المعنى الخاله لويز ان وضعت المائده دون لو جاردان في الحديقه الومبر الومبر يعني في الظل الظل هو لومبر الظل ظل الشجر مثلا يسمى لومبر الومبر يعني ان لم تضع مثلا هذه المائده في الشمس بل وضعتها في الظل طونت لويز امي هنا ici le verbe mettre ici on a le participe passé du verbe mettre اذا عندنا le participe passé الخاص بفعل mettre يكون بهذا الشكل مي فاش ينفع هاد لو participe passé طبعا هاد لو بارتيسي باسي تستعمل في جميع الازمنه المركبه تكفي فقط نوضعو معاه لوكسيليير يا افوا او اتر فواحد الزمن معين فواحد الزمن معين بسيط فواحد الزمن بسيط عندنا هنا لوكسيليير افوا مصرف في البريزون اذا كان عندنا هذا في البريزون ثم عندنا لو بارتيسي باسي الخاص بفعل متر او اي بارتيسيب اخر خاص بفعل اخر اذا طبعا هنا تنحصلوا على لو باسي كومبوزي فيما تيكون عندنا اتر او افوار في لو بريزون ثم تيتبعوا لو بارتيسيب باسي طبعا كما ذكرنا في المسابق على حسب المعنى الا كان الفعل مثلا في العاده تتصرف مع افوار
الا كان عندنا افوار في البريزون ثم البارتيسي باسي اذا هذاك راه لو باسي كومبوزي. الا كان عندنا هذا في لامبارفي ثم عندنا لو بارتيسي باسي الخاص بالفعل اذا هذاك لو بلوس كومبارفي. الا كان عندنا هذا في لو فوتور سامبل ثم متبوع ب لو بارتيسي باسي بحال اللي عندنا هنا اذا هذاك راه لو فوتور اونتيريور. طبعا على حساب الفعل معاش يتصرف في البداية ثم لحساب لوكسيليير فاش مصرف في زمان بسيط. إذن طونت لويز أمي، إذن الخالة لويز أو العمة لويز أمي أن وضعت لا طابل دون الجاردان، وضعت المائدة في الحديقة ألومبر يعني في الظل. إيل في بون، إيل في بون هنا طبعا هاد إيل كما قلنا ستان برونون ان بيرسونيل، هو يفعل جميل، هو يفعل جميل. المقصود بهذا الكلام بان الجو جميل il fait bon، او نقول مثلا il fait beau، il fait beau. احيانا نقول il fait chaud، il fait chaud الجو حار، او نقول مثلا il fait froid، il fait froid الجو بارد. اذا نتكلم عن il متبوع بلو فيرب فير، عندنا il ثم متبوع بلو فيرب فير فعل فعل، ولكن المقصود به أن الجو هو هكذا بالشكل الذي سنصفه به. إذا قلنا مثلا بحال اللي عندنا هنا il fait bon يعني أن الجو جيد، il fait beau الجو جميل، il fait beau الجو جميل، il fait froid الجو بارد إلى غير ذلك. ثم de grands oiseaux blancs volent dans le ciel، de grands oiseaux blancs volent dans le ciel. إذا هناك طيور بيضاء كبيرة، دو غرونز اوازو بلون، طيور كبيرة بيضاء، فول دون سيل، فول دون سيل، أنها تطير، قلنا لو فيغ فولي، طبعا يعني طارة، وممكن أنه في حالة أخرى يعني سراقة، ممكن لو فيغ فولي يعني سراقة، على حساب المعنى اللي غيجي فيه في الجملة. نقول مثلا لي فولور، لي فولور، لي فولور اللصوص مثلا، طبعا هنا عندنا لو فيغ فولي تعني طارة. طبعا ملي تنتكلمو على لي زوازو ميمكنش لي زوازو انهم يسرقون، الاقرب للمعنى انهم يطيرون. اذا هذا الفعل تعني هنا طار. دو غون زوازو بلون، اذا طيور بيضاء كبيره فول، انهم يطيرون دون السيال في السماء. ميشيل مونج دو بونابيتي، ميشيل مونج دو بونابيتي، اذا ميشيل ياكل، دو بونابيتي بشهية جيدة، كما نقول بشهية طيبة. إذن ميشيل مونج دو بون ابيتي، إذن ميشيل يأكل بشهية طيبة. طبعا لابيتي كما ذكرنا فيما سبق تعني الشهية كما عندنا هنا لابيتي. ميشيل أف، إذن ميشيل عنده جوع، إيل أدو لابيتي، إذن هو عنده الشهية. مادام أنه عنده جوع إذن أكيد عنده شهية. بون ابيتي ميشيل، بون ابيتي ميشيل، شهية طيبة يا ميشيل. لي زونفون سو روفوني لا ميزون، ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée et maintenant ils ont faim. Nous allons déjeuner dehors. Nous allons déjeuner dehors. Dit tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin à l'ombre. Il fait bon. De grands oiseaux blancs volent dans le ciel. Michel mange de bon appétit. Michel mange de bon appétit. إذا نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.